ونعود للكابتن سمير صبري. كابتن سمير، بالتأكيد أنه الأهداف القاتلة كلفت العرب الكثير اليوم. هدف بوهدوز يقضي على أمال المنتخب المغربي الذي كان بالعكس هو الأفضل في المباراة، خاصة مع بداية المباراة وأيضا في النصف الثاني من الشوط الثاني. ماذا حصل للمنتخب المغربي؟ دعيني بس أقول لحضرتك أن إيران كسبت المغرب بلاعبين محليين 100%. ال 11 اللي كانوا بيلعبوا لعيبه محليين 100%، ولكن تصريح رينار كان تصريح مهم جدا، وهو تصريح نفسي للاعبين، مهم جدا ان انت ازاي تجمع اللاعبين بعد هزيمه وانت كنت الافضل والاحسن. طول ما انت في كاس العالم تضيع تستقبل على طول، هي كره القدم. وهو حمل المسؤوليه للاعبين بصراحه، يعني مزبوط للفريق. مظبوط، ولكن رينار يعني انا اعتقد ان المنتخب المغربي قادر ان هو يعود، ولكن أمامه صعوبات كثيرة، عليه أن يعمل ويجتهد ويلم لعيبة كويس جدا عشان عنده مباراة صعبة جدا جدا، وهو هدف بنيران صديقة عزيز بوهدوس. احنا شفنا المباراة، المغرب كان ممكن يقتل المباراة، جات له فرصتين سهلين جدا، كان من الممكن أن زياش، خاصة لقطة زياش. نعم، محاولة زياش، محاولات اهداف ضائعه. اهداف ضائعه، كان من الممكن ان يقتل المباراه، ولكن عندما تضيع اكثر من هدف تستقبل، وده اللي احنا شفناه في المباراه. انت كنت الافضل، كنت الاحسن، الانتشار، الاستحواذ، الكومباكت في الناحيه الهجوميه والدفاعيه. فريق المغرب فريق منظم جدا، وده ان كان يدل على التجهيزات السابقه، اشتغل فترات اعداد قويه جدا، عمل مباراه وديه قويه جدا. كنا نامل ان المغرب يكون يعني يقدم افضل من كده. بدأ المباراة بشكل كويس، ولكن مستوى المغرب قاعد يقل لغاية آخر المباراة. أنت ممكن تبدأ قوي، ولكن إزاي تحافظ على القوة بتاعتك؟ طيب كابتن سمير، إلى أي حد برأيك ساهم الضغط النفسي على اللاعبين المغاربة في خسارة هذه المباراة الأولى، خاصة وأن المغرب كان يعتبرها بالمباراة المفتاح أو المباراة المصيرية التي يستهل بها بشكل جيد المونديال؟ من الممكن في لاعبين تحت الضغط ما بيقدروش يعني يشتغلوا بطولات زي كده. إحنا يعني عندهم بن عطية، عنده خبرات. مين تاني عنده خبرات؟ يعني ممكن بوصوفة، ممكن عنده خبرات، ولكن في لاعبين صغيرين جدا. يعني حكيمي بيلعب في ريال مدريد ولكن خبراته برضه قليلة. لكن حكيمي تم ايضا استعماله على الجهة اليسرى وهو ليس مكانه، هو اصلا ظهير ايمن وليس ظهير ايسر. هذه تدخل في اطار الاختيارات التكتيكية لرونالدو. اكيد اكيد، هو ادرى بالاوراق اللي عنده. رينار صاحب فلسفة، احنا شفنا النهارده اشتغل بستايل 3 4 3 بنفس السيستم اللي كان شغال فيه في بطولة أمم أفريقيا. أي نعم ما نجحش النهاردة، ولكن شكل المنتخب أفضل أحسن، الكرة المغربية بتتطور. رينار أما استلم المسؤولية كان في انهيار في الكرة المغربية، اشتغل بشكل كويس، بطولة أفريقيا عمل بشكل كويس. احنا نأمل اللي هو يكمل كأس العالم إن شاء الله، يعمل مباراة قادمة قوية إن شاء الله. والمهمة ستكون صعبة جدا، جداً أمام جداً منتخبين قدما أروع مباراة إلى حد الآن. إيران كان مفتاح الدفعة بتاعته، يعني هو الثلاث نقاط اليوم كانت ممكن توصل المغرب لنقطة أفضل وأفضل. نعم، بالفعل قبل مواجهة البرتغال. لأن في مثل إنجليزي ستيب باي ستيب، كان الخطوة دي كانت هتفرق جدا جدا جدا. شكرا كابتن. ففي أقوى مباريات المونديال حتى الآن تعادل منتخب إسبانيا والبرتغال بثلاثة أهداف لكل منهما. مباراة في الحقيقة تألق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحراز ثلاثية منتخب بلاده ليصبح أكبر اللاعبين سنا في قائمة مسجلي الثلاثيات في تاريخ